بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. الحق سبحانه وتعالى يؤكد دائما قضية القيامة وقضية البعث، لأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن ينصب للناس في حركة حياتهم موازين الجزاء، لأن كل عمل لا توجد فيه موازين للجزاء يعتبر عملا باطلا، ولا يمكن أن يستغني عن الجزاء عقابا وثوابا إلا من كان معصوما أو مسخرا، لأن المسخر لا خيار له في أن يفعل أو لا يفعل، والمعصوم دائما موجود على فعل الخير. إذن فالجزاء ثوابا وعقابا، إن لم يكن يكون الفساد في غير هذين. قلنا السماوات والأرض وكل شيء والنبات والجماد كل مسخر لك، ولذلك ما فيش له جزاء. الأنبياء معصومين لأنهم يحملون قوانين الخير، فهم أسوة سلوكية، حاملين المنهج والأسوة السلوكية. يبقى إذن لابد في من يختار، لأن كله اختيار يعني أن يفعل أو لا يفعل، أن يكون له جزاء، على إن فعل يأخذ جزاء وإن ما فعلش يبقى يعاقب، لازم كده. وحتى المجتمعات التي لا تؤمن بإله عملت قوانين للجزاء ثوابا وعقابا. الحق سبحانه وتعالى يعطينا هذه المسألة في سورة الكهف حينما تكلم ويسألونك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. بس كده، فأتبع إيه؟ سببا. أراد أن يبين الحق أن الرجل الممكن في الأرض له مهمة، هذه المهمة هي شكر الله على التمكين، شكر الله على التمكين بأنه يعمل إيه؟ قال: حتى إذا مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. قلنا: يا ذا القرنين، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. الله لا يفوض إنسانا في أنه يعذب أو يتخذ حسن إلا كان على صحة مقاييسه. ويبقى آتيناه من كل شيء سببا، أي نعمة وميزانا لتوزيع هذه النعمة، مش بس حكمة في أننا ادانا له سلطان وجبروت، لا، من كل شيء. يبقى عنده المقومات الحياتية وعنده ميزان العدالة اللي يضبط استطراق النعم في الكون كله. فالذي خير في أن يفعل أو لا يفعل أراد أن يبين منهجه في أنه لم يأخذ الاختيار وسيلة لتثبيت الأهواء. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، هذا العقاب. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. نعمل له حوافز ونعمل له حفل التكريم، ليه؟ عشان نغري غيره بأنه يفعل إيه؟ يفعل زيه. إذن فقضية الثواب والعقاب أمر لازم. وإذا كان هذا في الأمور الجزئية الحياتية، يبقى مسألة الدين والقيم الذي يسيطر على كل موازين الحياة، يبقى لازم يكون فيه وقت للثواب وللإيه؟ والعقاب. ليه؟ قال لك: لأن ما كانش فيه ثواب وعقاب يبقى الذي استشرى في الذل واغتل الناس
وطغى عليهم واخذ كل متع حياته يبقى انتفع في دنياه، ويبقى اللي خاب مين؟ اللي التزم بالقيم. فالله سبحانه وتعالى يؤكد دائما على اليوم الاخر والقيامه والايه والحساب. جم هم يتشككوا في الحكايه دي باشياء متعدده، الفلاسفه لهم دور، والملاحده لهم دور، واهل الكتاب لهم دور، كلهم عايزين يزحزحوا الحكايه دي. ولذلك تجد التوراه وما فيهاش حاجه عن اليوم الاخر. ليه ما فيش حاجه عن اليوم الاخر؟ بقى منهج كده ودين كده وما فيش ما فيش، مش ممكن يكون هذا. ليه؟ لانهم كانوا يزحزحون كثيرا من الاشياء عشان يثبتوا لهم السلطه الماديه الزمنيه، حتى ارادوا انهم يرتقوا بالسلطه الزمنيه الماديه الى الله. لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره، بيبعث لهم المن والسلوى كده، رزق غيبي. المن بيجي على الشجر كده ويهزوه يطلع الماده الجميله دي اللي زي الحلقوم في طعم الحلقوم والقشطه كده، والسلوى الطائر الطيور بتجي لهم. قالوا لا 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 لا، احنا مش عايزين حاجات اللي تجيلنا غايب دي، احنا عايزين حاجات نبقى عاملينها على ايدنا كده. عايزين ايه؟ الحاجه تبقى على ايه؟ على ايدنا. قال لهم اهبطوا مصر فان لكم ايه؟ لن نصبر. هم قالوا لن نصبر على طعام واحد، مش بس على انه طعام واحد، والا ففيه كل مواصفات الغذاء. ما تصبروش ليه؟ هم مش هقول لك، ما يمكن السلوى ما تطيرش ما تجيش، ما يمكن المن ما يجيش على الشجر ولا يوقع علينا الشجر، احنا عايزين حاجه مما تنبت الايه؟ الارض، ينبت لها وقصائها قدامنا كده. لكنهم امر مادي، وما دام امر مادي لازم يزحزح نفسه عن القيامه وعن الايه؟ وعن الاخره. فبقوا يعملوا تشككات. اما تشكك الفلاسفه اولا فقالوا كيف يكون البعث؟ ازاي يكون البعث؟ الله حين يبعث انسان مات، هذا الانسان مات في بقعه ثم تحللت اعضاؤه وبقى تراب، ثم غرست شجره فتغذت من تراب جسده، ثم خرجت منها ثمره فاكلها انسان. الانسان اللي اكلها ده هتتربى فيه جزئيات وخلايا من التفاحه اللي كلها. التفاحه دي واخده من مين؟ من اللي مات. فاذا كان هناك بعث، اتبعث جزئياتها من الاول ام من الثاني؟ ان نوزت من الاول تنقص من الثاني، وان من الثاني تنقص من الايه؟ من الاول. هذه ايه؟ شبهه الايه؟ الفلاسفه. شوف الجماعه دول ما فطنوش الى شيء في الوجود يعطي قيما للغيبيات وينورها. قلنا لهم تعالى انسان وزنه 100 كيلو ثم اصيب بمرض، فنزلت ال 100 كيلو دي الى 60 كيلو، يبقى خس كام؟ 40 كيلو من تكوين جسمه. لما خست ال 40 كيلو، خس يعني ايه؟ يعني فلان خس وهصابه وهزال، يعني ايه؟ احنا عندنا قضيتين، الغذاء والاخراج، الداخل والخارج. في حالة النمو يبقى الذي يدخل اكثر من الذي يخرج وينمو. ما هو بيتغذى، ينمو ازاي؟ لازم بيطلع فضلات اقل من اللي دخل. ولما الانسان يشيخ بقى ويبقى يهزل، يبقى بيعمل ايه؟ بيخرج اكتر من اللي يدخل. فانت وزنها يستمر الايه؟ تجمد. يبقى حالتين اثنين، نمو وهزال وايه؟ وتجمد. ففي حالة الصغر اللي بيدخل للانسان اكثر من اللي بيخرج، ويقوم يكبر وينمو. وفي حالة بقى الشباب لما يقعد كده وبقى كويس ويبقى الرجل مش عارف ايه، المسألة تتجمد، يبقى لا يزيد ولا ايه؟ ولا ينقص. ولما يجي الشيخوخة او المرض يعمل ايه؟ يبقى ينقص. الرجل اللي نقص 40 كيلو، جاء طبيب وفقه الله لدائه فأعطاه دواء وشفي، وبعدين يقول له بقى كل ويعمل، يقعد ياكل شهر ولا حاجة، يلتفت كل يوم ايه؟ يزداد 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 لحد ما جاء وزنه بقى ايه؟ بقى طبيعي 100. تعال بقى، الفضلات التي خرجت منه حين نقص 40 كيلو أهي بعينها التي دخلته حين تغذى؟ ده لسه بقت في الأرض ولا طلعش منها أي حاجة. إنما لما شفته أنت كده أتغيره؟
ولا الذاتية هي هي الذاتية؟ إذن المسألة في تكوين الجسم شخصية معنوية مشخصة، وبعدين جزئيات تكون المادة. الجزئيات اللي تكون المادة دي بتختلف في النسب بس. احنا نعرف انها مكونين من 16 عنصر، اولها الاكسجين واخرها المنجنيز، زي طبيعه الارض اللي بناكل منها تمام. فلما كل ابتدوا 40 كيلو يقولوا، وبعدين تشوفوا هو هو الذاتيه هي الذاتيه والمعنويه هي المعنويه. هل ال 40 دول اللي نزلوا منه هم اللي يقولوا؟ لا، بس نسبوها هي المحفوظه. ولذلك التشخص اللي بيبقى عندنا من ايه؟ من اختلاف النسب في التكوين، من اختلاف النسب في التكوين. ولذلك يقول الحق: قد علمنا ما تنقص الارض منهم، يعني عارفين ده اتخذ منه حديد قد ايه، واكسجين قد ايه، وفوسفور قد ايه، وكلور قد ايه، وصوديوم قد ايه، والنسب معموله وبرضه مكتوبه وعندنا كتاب ايه. يبقى لما يحب يبعث بقى يبعث الشخصية المعنوية بهذه الأجزاء، يطلع الإنسان هو الإنسان. أدي واحدة. تعال بقى لما يجوا يعملوا بقى التباسات، يقول لك إيه يا أخي ربني لما بيخلق الواحد مني بيخلقه مدة نطفة، وبعدين علقة، وبعدين مضغة، وبعدين إيه، وبعدين عظام، وبعدين يكسب الإيه العظام لحم، وبعدين مدة طويلة بتاخد 6-9 أشهر في الأكثر و6 في الأقل، وده للواحد بس. فلما ربنا يجي من أول آدم ليوم القيامة بقى وعايز يعيدهم، يوم يعيدهم في قد إيه؟ ده بيخلق الواحد في 9 أشهر. أم قال له طب أنت قلت لي على السلالة، ما قلتليش على الأصل اتخلق إزاي؟ طب ما الخصلة آدم ما بمرش على مرحلة الطفولة. ولذلك خلق الله آدم على إيه؟ على صورته وهيئته، يعني مش كان صغير وكبر 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 كده، لا خلقه كبير زي ما هو كده، وبعدين نفخ فيه الروح وبقت فيه حياة خلاص. ثم تعالى بقى الفعل والفاعل والمنفعل، فيه فعل وفيه فاعل وفيه منفعل. أنا عايز أنقل الحملة دي من هنا لهنا، أنا فاعل والحملة دي ايه؟ المنفعلة. العمل بتاعي ان انا اشيل الحملة دي هتوديها فين؟ انا هجيبها على الشمال. يبقى فيه عنصر ثالث دخل. ايه العنصر الثالث اللي دخل؟ الزمن. يبقى فاعل ومنفعل خلاص؟ ومنفعل وزمن. الله، الزمن ده بيجي ليه؟ قال لك لتوزيع جزئيات الحدث والفعل على زمانها، يعني هنقربها شوي. واحد هيفصل جلابيه، يقوم يمسك القماش الاول ياخد المقاس، وبعدين يمسك المقاش بمقاييسه، وبعدين يقصه، وبعدين يشلله او يعمل الخياطه الاولانيه، وبعدين يعمل مش عارف ايه. كل حركه من دي في المنفعل عايزه زمن، كل حركة من دي عايزة ايه؟ زمن. طب افرض بقى ان الزمن انا بخيط بايدي، افرض ان بخيط بمكنة، يبقى شوف الفاعل له قوته قد ايه مع المنفعل، وتتناسب معه الايه بقوته، قوة كبيرة الزمن يقل. الله، تعال بقى. كان زمان لما ننير مصابيح الشارع، المصابيح كانت بتنقل بالغاز، ويمسك واحد بسلم، كل واحد له منطقه كده يطلع بالسلم ويولع، يبقى كل فانوس عايز ايه؟ عايز حركه. شوف بقى يقعد قد ايه على ما ايه؟ على ما يولع فوانيس الشارع. خلاص؟ هدى الله الانسان الى انه يخترع حاجه، يبقى قاعد في البابور ويعمل كده الزرار يولع كله. اذا كل القوه ما تزيد كل الزمن ما يتلغش. خلاص كده؟ هات الفعل بقى. هو الفعل في الإعادة لك أنت عشان تحسبه بقوتك ولا بقوة غيرك؟ ده بقوة مين؟ الله. وهل الله يعالج ياخد حتة زمن وفعل، ولا هي كن وتنتهي؟
يبقى إذن أنا قاعد أهو وأنظر لكم، أبص كده أشوفكم جميعا، بس في محيط اختصاص نظري. هل أنا بشوفك بالوحدك وأشوف ده لوحده وأشوف ده لوحده ولا أشوف ده لوحده؟ فإذا كان السمع بيسمع في دفعة واحدة للكل، والبصر بيبصر في كل واحدة للكل، كذلك الحق سبحانه وتعالى. ولذلك انحلت المسألة في أن الله لا يفعل فعله بعلاج، يعني علاج يعني ما بيوزعش جزئيات فعل على جزئيات زمن، لأنه بيقول إيه؟ كن فيكون. الله بيقول كن، طب شوف فيك أنت بقى، ربنا خلق لك جوارح وأعضاء وفكر ومش عارف إيه، وبعدين عايز تقوم، عايز تقوم، شوف أنت بقى بمجرد ما تعوز تقوم تقوم. قال لا، طيب تقوم إيه؟ ما هي العضلات التي حركتها فيك لتقوم؟ إيه هي؟ والله ما أنت عارف. والعيل الصغير ما عايز يقوم يقوم، عايز يجري يجري، عايز يضرب يضرب، ما هي العضلات التي ده احنا ضربنا مثل بالبتاع اللي بيفحطوا بيه اسمه ايه؟ حفار. الحفار ده عشان يحفر قاعد سواق يعمل زرار كده، تقول بتاعه ترتفع كده، زرار ثاني الكباشه تتفتح، زرار ثالث تنزل كده، زرار رابع تنقبض الكباشه، زرار خامس يرفعها، عايز يودي لليمين زرار ثالث، عايز يود الله ده علشان اقوم المساله دي تعمل كده وانا اعملها كده وكده وكده وكده. قال ما هي الاعضاء التي حركتها؟ ما هي ايه هي؟ اذا كنت انت بمرادك في الاشياء تنفعل لك الاشياء. ربنا ما قالش كده، قال بل بقول كن، انت ما بتقولش كن، انت نفسك ما بتقولش كن، انما ربنا بيقول كن. طب ايه بقى ربنا يقول كن وانت ما تقولش كن؟ قال لان انا ما بقولش كن لانها مش منفعله ليا، مش انا مسخرها ولا اعملي ما اقدر، انما كون الاولى صايره عندنا كلنا. كون الاولى بتاعت ربنا ليه؟ كوني مسخره لارادته، انتهى. يبقى كوني مسخره لارادته، ادي الكون بتاعتنا كلنا، الكون بتاعتنا ايه كلنا. وهذا فسر لنا الحدث الذي نعيشه في هذا الشهر، وهو حدث الإسراء والمعراج، حين قال الله سبحانه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، خلاص، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ساعة ما حدث أنه أسري به قعدوا بقى يقولوا والله نضرب إليها أكباد الإبل شهرا، ها، ويدعي أنه أتاها في ليلة. يا ناس افهموا، هو قال ادعى انه اتاها ولا اتي به؟ يبقى حدث من محمد مش موجود، يبقى التخفيل بتاعكم اللي كنت قلت ايه، احنا نضرب لها اكباد الابل شهر، صحيح، لان في توزيع للعمل على جزئيات الزمن، انما هو ما قالش انا سريته، ده هو قال اسري به. الله، يبقى هو محمول على قدرة اخرى، يبقى الحدث ما يتنسبش الفعل بقى، انما الفعل مين؟ الله. لفعل الله. واحنا عارفين كل القوه ما تزيد كل الزمن ما ينتهيش، فاذا نسبت الاسراء الى قوه القوى يطلع لا زمن. اذا فانسب كل شيء لايه؟ لفاعله. ولذلك حيقول بقى سبحانه، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، مش متكررات الخلق والبعث كنفس إيه؟ لأن الاثنين بيكون، لأن الاثنين بإيه؟ هو أنت فاهم إن ربنا بيخلقنا في 9 أشهر أو 6 أشهر؟ طب تعالى ضربنا مثلا، قلنا مثلا عايزين ناخد سلطانية زبادة، قال لك بالك الزبادة ده بيتعمل إزاي؟ إيه يا أخويا، هات الحليب وحط عليه المادة الفلانية دي، وبعدين حطه في الحتة الفلانية، وقعدوا كم ساعة؟ كم ساعة بيقعد؟ 10 ساعات مثلا ولا ليلة؟ عال قوي، يطلع زبادي. هل أنا قاعد الزبادي طول الليل بعمل فيه؟ ولا أنا عملت العملية وتركتها تتفاعل بذاتها؟ كذلك شاء الله أن يوجد الإنسان جنينا في بطن أمه، وبعد ذلك هو تمشي عليه بقى الأمور بطبيعتها بعيدة عنه. الله،
يبقى إذن ما تقولش بقى الزمن وتقول مش عارف إيه وتقول إيه ولا تقول إيه. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كإيه؟ كنفس واحدة. ولذلك الإمام علي حلها في حاجات كتير. مثلا لما سئل كيف يحاسبنا الله جميعا من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة في وقت واحد، قال له لأنه لا يشغله شأن عن شأن، لأن اللي يشغله شأن عن شأن يبقى قوته لو راحت هنا ما تجيش في حتة تانية، إنما اللي قوته بتكون ديا تبقى ما فيهاش. فقال طيب أنت زعلان قوي، اللي هيحاسبهم في وقت واحد يحاسبهم في وقت واحد كما رزقهم في وقت واحد. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. إن الله سميع بصير، وجاب سمع وبصر عشان زي ما قلت لكم لما انت تفكر لما تبصر ما بتبصرش ده بمره وده بمره وده بمره وده بمره وده بمره، انت بتبصرهم كلهم مره ايه؟ مره واحده، وتبصرهم كلهم مره ايه؟ على 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 معدل ايه؟ بصرك. ولذلك ان كان بصرك ضعيف تروح للدكتور تقول له لا ده بصرك ضعيف، يقول لك اصل عندك قصر ولا عندك طول. الله، قصر ولا طول ايه؟ علشان الزاويه بتلتقي فين؟ الإشعاع يلتقي فين عشان تشوف الصورة. في واحد ما تلتقي إلا بعيد، واحد تلتقي إيه؟ تلتقي قريب، لكن تقدر تشوف في محيطك الكل مرة واحدة ولا لأ؟ الكل واحدة. ثم قال الحق ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. آيات كونية مرئية للكل، لمؤمننا وكافرنا وطائعنا وعاصينا. وبعد ذلك نرى إن الحق راح موزع الإيه؟ المسألة في الليل والنهار. ألم تر أن الله وزعهمش توزيع متساوي عشان تبقى ميكانيكي، اليوم مثلا إن يقسمه إلى إيه؟ نهار وليل، ويقول هدي 12 ساعة وده 12 ساعة، ده على التقدير الجبري، يسموه التقدير الجبري، لأن اليوم ما هوش 24 ساعة، 23 ساعة و 56 دقيقة. وبعدين تتجمع الحاجات دي، الناس بيكبروا الربع وبتاعوا حاجات زي دي. ولذلك بقول لك ايه، العام يبقى كام؟ 365 يوم. فيه من يوم بطليموس قال 365 يوم وخمس ساعات و55 دقيقة و12 ثانية بالدقة. بعد ذلك هم انتهوا على انها تبقى 365 وربع يوم. واليوم ده ازاي بيعمله؟ قال لك نجبره كل ثلاث سنين، يجي السنة الرابعة نجبرها. ازاي؟ قال لك سنة بسيطة وسنة ايه؟ سنة كبيسة، يعني ايه؟ عمرها طول. لذلك اللي تقبل على اربعة تبقى سنة ايه؟ نيجي بقى في فبراير اللي هو بتاع اللي كان 28 نعمله في اليوم ده ايه؟ 29 عشان نعوض ايه؟ نعوض. مش مقسومة الزمن اليوم، لان معنى كلمة يوم معناها الليل والايه؟ والنهار. مش مقسومه كده اسمه كده. قال لك لا، ربنا بصنعته الحكيمه حب يوزع حراره وبروده على كل المناطق، ويعطي لكل منطقه ما تستحقها لتنبت الانبات وتدينا المقومات، بدليل ان في عندنا نباتات ما تنفعش الا في الايه؟ تتزرع في الصيف، ونباتات ما تنفعش الا في الشتاء، ونباتات تنزرع في الاعتدال الربيعي، ونباتات في الاعتدال الايه؟ اذا كل نبات له ايه؟ له حراره مخصوصه وله اشعاع مخصوص. فيعمل ايه الحق سبحانه وتعالى اللي عرفناه اخيرا؟ يوم يعمل في محور الارض ميل، اللي عرفناه اخيرا ميل محور الارض 23 درجه ونص عن مستوى مدارها، يعني مش عدله كده، لا عامله كده مميله. فمرار احنا في الشتاء دلوقتي،
يبقى القسم الكبير الجنوب مواجه للشمس مواجه لليل، والقسم الثاني مواجه للشمس. الله، يقوم القسم المواجه لليل يطلع برودة، ولذلك تجد ليل الشتاء أطول من إيه؟ من نهاره. فإذا جه العكس في المقابل تقوم تلتفت تلاقي إيه؟ اللي تعرض للشمس من ميل المحور بقى أكتر، يبقى إيه؟ النهار طويل والليل بتاعه إيه؟ قصير، وده يبقى حر ملتهب وده مش الله. إذا ميل المحور ده عامل هندسة في الإيه؟ ولذلك إيه يسموا؟ اسمه الانقلاب الصيفي. الانقلاب الإيه؟ الصيفي. الصيفي. وده بيبتدي كده في تقريبا 21 حزيران اظن كده حاجه زي كده، والانقلاب الشتوي يجي في 23 كانون الاول، وبعدين يجي الاعتدال الايه الربيعي في 21 اذار، ودوك في 22 ايه ايلول. كل واحده لها ايه لها ميزان. اذا لم في الاستواء الخريفي او الربيعي الليل قد النهار عال، ولذلك ما تجدوش لا حر ولا برد في الشتاء لا غير، لان المستور عن الشمس بميل المحور اكثر واللي ظاهر اقل، يبقى النهار قصير ولذلك يبلغ اقصى ما يمكن في كياك مثلا. ولذلك يقول لك في كياك حتى الفلاحين يقول لك كياك ام على فرشك حضر ايه عشاك، يعني يا دوب صبحك مساك صبحك مساك وام على فرشك وحضر عشاك، مش كده بيقولوا؟ اذا عندنا انقلابين، انقلاب صيفي وانقلاب شتوي. الانقلاب الصيفي النهار يبقى ايه طويل والليل قصير على حسب الشمس والنهار. وبالعكس في الشتاء في الاعتدالين، الاعتدال الربيع والاعتدال الخريف، يحصل ايه؟ يقوم بقى لما ربنا بيقول ايه ما تحسبش ان النهار اسمه هو والليل ده، انا ادخل ده في ده زود ده واخد من ده وزود ده واخد من ده. الم ترى ان الله يولج اي يدخل، يدخل ايه في ايه؟ ما هو بيدخل الليل، اكن الليل دخل وخد حته من النهار مزودت ونقصت من مين؟ ونقصت من النهار. وبعدين الحكايه الثانيه ايه؟ حته من النهار دخلت في الليل وخدت منه حته، يبقى ايه؟ يبقى زاد. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الايه؟ يولج الليل في النهار ويولج النهار في الايه؟ في الليل. الم تر ان الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، والحق سبحانه وتعالى عامل المسألة بالنسبة لصالح الإنسان وجودا لحياته وإمدادا لقوته عشان تديروا الأشياء لهم. ألم ترى، ألم كلمة ألم ترى صحيح بنشوفها، بنشوف النهار يزيد والليل يزيد دي بنشوفها، وإحنا قلنا إذا خطب بألم ترى من لم يرى يبقى معناها ألم تعلم. طب زي ما يقول ألم ترى كيف فعل إيه ربك بأصحاب الفيل، وهو النبي كان شاهد النبي ولد عامل فيل وأصحاب الفيل والمعركة ما شافهاش النبي، قال لا، يبقى في هذه الآية معناها ألم تعلم، ليدلنا على أن العلم من الله أوثق من رؤيا العين. الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وقلنا إن يولج معناها يدخل الليل في النهار، أي يأخذ الليل من النهار جزءا فينقص من النهار ويزيد في الليل وبالعكس. وقلنا إن مجموع ليل ونهار بيسموه يوم، يبقى اليوم مش زي ما بنعرف إن هو النهار بس، اليوم يشمل الليلة ويشمل إيه النهار. وما دام يولج الليل في النهار يبقى ما لهمش ثبات في الاتصال، يعني مش معناها إن ده النص وده النص، لا، ليه؟ لمصالح الكون، لأننا عايزين حاجات بحرارة مخصوصة وإشعاع مخصوص لزمن بالنسبة للإنسان وبالنسبة لقوت الإنسان. ولذلك قلنا في أشياء نزرعها في الصيف وأشياء نزرعها في الشتاء وأشياء نزرعها في الربيع، مما يدل على أن الطقس ده كله له دخل في الإيه؟ في مقومات الإيه؟ في مقومات الإيه؟ الحياة.
والحق سبحانه وتعالى ما يعملهاش نظام رتيب ثابت زي ما قال هناك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء ده إيتاء وده نزع خلاص وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير الله يبقى إذن العملية كلها في الإعزاز والإذلال خير خلاص وفي إيتاء الملك خير وفي نزعه إيه خير كذلك قال بعدها إيه النقص والزيادة يولد الليل في النهار ويولد النهار في الإيه في الليل عشان يعرفنا إن تغيير الأشياء لها مناخ في الحكمة الإلهية الإيه في الحكمة الإلهية الإيه العليا وكلمة يوم بقى لما تنقسم إلى ليل ونهار يبقى الليل له مهمة والنهار له مهمة الليل عشان إيه بقى قال عليه لباس والنهار معاش مدام لباس مفهوم منه كده انك انت تنكن فيه وتستر نفسك فيه ولذلك الضوء بالليل مش صحي بالنسبة للإنسان ذلك النبي يقول أطفئوا المصابيح إذا رقدتوا لأنه مش عايز تنفعل مع الأشعة وانت نايم خلاص أطفئوا المصابيح إذا إيه إذا رقدت ولذلك يجي الحق سبحانه وتعالى يبين لنا الرسالة دي في قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والضحى والليل إذا سجى خلاص الاثنين ده ضحى عشان تتحرك وسهل عشان إيه والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وعشان يفهمك إن دي له رسالة وده له رسالة اوعى تخلط الرسالتين في بعض اوعى تخلط بتاع الليل في النهار ولذلك احنا قلنا الرجل الذي يستخدم حارسا يحرسه ليلا اوعى تخليه يحرط بالنهار ان حرط بالنهار ما يعرفش يحرط بالليل وان حرص بالليل ما يعرفش يحرط ايه لان دي له مهمة وده له ايه لا حينفع لا في دي ولا ايه والليل اذا يغشى والنهار وما خلق الذكر والانثى جابها هنا كده يبقى الذكر له مهمه والانثى لها ايه ولذلك يقول في التسجيل ان سعيكم لشتى كل حاجه لها حاجه اوعى كده الا الراجل مع على المراه ولا المراه على الراجل كل واحد له ايه ويفسد الكون حين تخرج الليل الى النهار او النهار الى الليل والذكر الى الانثى او الانثى للذكر ويفضل فسدان نعم هنا بقى كلمة الليل والنهار الله سبحانه وتعالى جاب فيها أشياء دقيقة عشان نتنبه فيها إلى معطيات العلم في الكون الكون فيه أسرار كتيرة قوي وكل سر في الكون له ميلاد يظهر فيه ربنا ما نتصرفش كل أسرار الكون مرة واحدة لها كل سر له إيه له ميلاد بس السر اللي له ميلاد ده إن صادف بحثا من العقل البشري يصادفه بالبحث يعمل مقدمات ومقدمات ويطلع دي يبقى يصادف البحث ايه ميلاد الشيء طب الميلاد جاء للشيء ولم يوجد بحث من الخلق يقوم يخليه يطلع صدفة يبقى كل الحاجات اللي احنا بنشوفها نقول لك صدفة ولذلك اكثر المخترعات جت ايه صدفة ميلادها جاء وعقل البشر لم يذهب اليها بمقدمات يقوم ربنا يحن على البشر يقول له انت تعبت وعملت انا هجيب لك بقى حاجة من عندي كده خد السر ده خد السر فالحق سبحانه وتعالى لو انه عرض اسرار الكون اللي هي احنا بنكتشفها كل يوم كل يوم كل يوم دي عند نزول القران في امه اميه كان يكذب على طول بالله لو ان ده احنا في العصر ده هو ولما قالوا الارض كوره وبتدور قاموا ناس يقولوا لا ده كفر اوعى الارض لا بتدور ولا هي كوره لحد ما عملوا ايه طلعوا فوق وجابوا صوره الايه طلعت الارض كوره قال لا طب لو كان قال الكلام ده بقى هناك ايام من 14 قرن وكذا كان صدقوه يقول لك كانوا ينصرفون عن الدعوه لانهم لم يدركوا بعقولهم هذه المساله الله يقوم يجيبها كلام ايه كلام عام يفهمه كل معاصر ياخد دي وياخد دي وياخد دي يقوم يقول ايه وجعلنا الليل والنهار ايه ايتين وبعدين يتكلم انهم نهار الليل والنهار خلفه خلفة خلفة يعني ايه يعني كل واحد يخلف الثاني الليل بيخلف النهار والنهار بيخلف الليل ده صحيح دلوقتي الليل اللي جه ده هو خلف النهار بتاع النهارده والصبح لما يجي يبقى الصبح خلف الليل
انت بتتكلم عنها دلوقتي وتبقى تمشي، انما قول لي في بدء الخلق، اثبت الخلفة في بدء الخلق حين خلق الله الارض والشمس والدنيا، خلقها ايه؟ خلقها مواجهة الارض مواجهة للشمس، تبقى النهار اتوجد الاول ثم تغيب الشمس فينشأ الليل. طب وان كان خلقها غير مواجهة يبقى الليل يوجد الاول وبعدين تطلع وبعدين يجي الشمس عال قوي. لكن هو ده، هو قال انني جعلت الليل والنهار خلفه دلوقتي ولا من الاول؟ من الاول. يبقى لو ان الارض طلعت عليها الشمس فوجد النهار اولا وبعدين غابت فوجد الليل، يبقى النهار ما كانش خلف الحاجه، الليل لما يجي هو اللي هيبقى خلفه بس، ولكنهم خلف الاثنين، ده خلفه وده خلفه. ان كان مسطوح الارض فان كانت الشمس مواجهه للسطح وجد النهار وحين تغيب يوجد. طب وان كانت ما واجهتش الارض يبقى الليل اتوجد الاول وبعدين تواجه فيجي مين؟ ولكنه قال ايه؟ ده خلفه وده خلفه. قال لك لا يكون ذلك الا اذا كانت مكوره، فالجزء الذي واجه الشمس كان نهارا وفي الوقت ذاته من لم يواجه كان ليلا، ثم دارت فخالف الليل النهار والنهار الليل، يبقى خلفه ولا مش خلفه؟ يبقى خلفه. كمان اذا المعطيات القران بتبقى بدقه عشان العقل يخدمها ولا ما يخدمهاش. احنا بقى لما اتسعت العلوم وابتدأوا يورونا حاجات كتير، كان زمان في الثلاثينات في 1938 بالضبط قالوا السماوات السبع ده ايه؟ عشان يقربوا العلم على الناس المدنيين، يقول لك السماوات السبع ده هي الايه؟ الكواكب السياره اللي حول الشمس. وشاء الله سبحانه وتعالى ان في سنه 1846 يكتشفوا نجما جديدا اللي هو نبتون، وفي سنه 1930 يكتشفوا بلوتو، بقوا كام؟ ودلوقتي عمالين يقولوا احنا ما عندناش مقاييس يظهر في كوكب تاني في الدوره الشمسيه برضه ويتكلم. اذا العلم بيدينا ايه؟ ومن العجائب انك انت تشوف في المساله دي عجائب، واللي بيطلعها لنا يمكن مش مسلمين، كان الله يسخره حتى الكافر لتثبيت ايمان المسلم. الله. تيجي مثلا احنا قلنا اليوم فيه ليل وفيه نهار، لكن الكواكب اللي حوالين الشمس لما عملوا لنا الافلاك بتاعتي وجدنا اقرب كوكب الى الشمس عطارد، وبعدين الزهره، وبعدين الارض، وبعدين المريخ، وبعدين المشتري، وبعدين زحل، وبعدين ايه اسمه اللي احنا قلنا عليه نبتون، وبعدين ايه بلوتو اللي هو اخر حاجه دي. تقوم تلتفت تلاقي فيها عجب ان ملهاش رتيبه، حاجات رتابه كده ماسكاها، هذا مختلف اختلاف كتير قوي. مثلا احنا اليوم بتاع كل كوكب مختلف للتاني. اتعرف ان يوم الزهره اكثر من السنه بتاعتها؟ يوم الزهرة قدروا ب 225 يوم من أيام الدنيا، من أيام نحن اليوم بتاع الايه العام بتاع الزهرة 225 يوم بمقاييس يومنا، واليوم 244 بمقاييس يومنا العام. الله، بقى اليوم أطول من العام؟ قال لك ايوه، لأن دي مسألة مختلفة، مش خاضعين لمدار واحد، لأن اليوم دورة الكوكب حول نفسه، والعام دورة الكوكب حول الشمس، الحركتين مختلفتين، كل حركة منهم بتؤدي إيه؟ بتؤدي الشيء الآخر. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر، سخر الشمس والقمر
كلمة سخرة دي زي ما بيقولوا النحاة فعل ماضي، وهناك ألم ترى أن الله ما قالش أولج الليل في النهار، لا يولج الليل. شوف الدقة الأدائية في القرآن، في الأولى قال جابها فعل مضارع يولج، لكن في مسألة الشمس قال إيه فعل ماضي سخر الشمس، قال لك لأن التسخير مرة واحدة واستقر على ذلك، لكن الإيلاج كل يوم بإيه بيتكرر، والفعل إيه المضارع يفيد الإيه يفيد. شوف دقة الأداء قد إيه، ألم ترى أن الله يولج وحين سخر وسخر الشمس والإيه والشمس والقمر، كل يجري إلى أجل مسمى. أجل مسمى يعني غاية محدودة، ولذلك بنسمي العمر النهائي نقول الأجل، يعني أجل مسمى اللي هو قيام الساعة. كأن ربنا ضمن لنا إن الشمس إيه والقمر هيفضلوا في العملية بتاعتهم دي، وتخافوا ليتعطلوا، وبعدين تدوروا تقولوا ندورها إزاي ونعملها إزاي. ده بقى إيه الله، إيه العظمة دي، الكوكب اللي عمال من أول ما ربنا خلق الدنيا وعمال ينور لنا ومش عارف إيه والقمر وإلى آخره، وبعد ذلك لا سنيانة ولا قانون سيانة ولا بنعمل فيه أي حاجة ولا بيتعطل أبس حاجة من دي أبدا، يبقى ليه أنك مبني على الإيه والتسخير، والتسخير قهري يمنع الاختيار، حتى مش على كيف الشمس تقول النهاردة ما نشتغل على دول أصلهم ناس مش كويسين ولا الأمر، أبدا مسخرة وإيه ومسخره من العظمه في الالوهيه الرحمانيه الرحيمه، انها للمؤمن وللكافر، عطاء ربوبيه للاثنين كل واحد يستفيد منهم. وسخر الشمس والقمر كل يجري الى اجل مسمى. في ايه ثانيه في القران يجري لاجل من غير الى، يعني إلى إيه؟ وجدت في آية واحدة وآيتين إلى وآية واحدة لأجل مسمى. قال لك إيه كلمة يجري إلى أجل بيدينا الصورة في مشه قبل ما يوصل الأجل، إنما لأجل يعني وصل الأجل، يبقى اللام ادت الإيه، إنما دي ادت الطريقة الموصلة إلى الإيه إلى الأجل. نعم. وسخر الشمس والقمر كل يجري، وبرضو الشمس والقمر كل واحد له ايه، الشمس ضياء والقمر ايه نورا، يبقى الضياء بيمتاز بانه ايه نور وفي حراره، ولذلك هيقول في ايه تانية سراجا وايه وقمرا ايه هنا. وبعدين العجب بقى العجب، احنا كنا فاهمين ان القمر ده بقى حته لؤلؤه، يعني بنشوفها ايه كده، ويسموا الحبيبه يشبهوها بالقمر ومش القمر، ولو عرفوا القمر ده هو ايه ما كانش يصح ايه ما كانش يصح ده حته شويه حجاره الله. وبعدين إيه؟ ولذلك الـ 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 المحبوبه حينما قال لها شاعرها انت قمر، قال شبهتها بالبدر فاستضحكت، استضحك تكلف الضحك اللي احنا بنسميه مش كده اهو ده تهانف يعني تكلف الضحك وهو لا يضحك، شبهتها بالبدر فاستضحكت وقابلت قولي بالنكر، انكرت علي انني ازاي اشبهها بالله، وسفهت قولي وقالت متى سمجت حتى صرت كالبدر. ايه اللي عرف البدر سمج يعني شويه حجاره وش ما عرفتش الكلام، متى سمجت حتى صرت كالبدر، البدر لا يرنو بعين كما ارنو ولا يبسم عن ثغري ولا يميت المرط عن ناهد اصدقي ولا يشد العقد في نحري، من قاس بالبدر صفاتي فلا زال أسيرا في يدي هجري. اللي حيقول لنا زي البدر هجوره خلاص مانيش عايزاه. يوم العجب بقى يوم ربنا هيدي الآيات اللي بيظهرها الله على الكون ظاهرة وباطنة، هيدي كانت باطنة، وبعدين لما طلعوا بينوا لنا شوية صخور وشوية أقاديد وشوية مش عارف إيه وبتاع، وإيه الحكاية دي؟ الشمس تروح عاملة فيه العملية دي، تروح جايب لها الشعاع، وبعدين هو ياخد الضوء الجميل زي الدرة دي، شيء من العجيب. انتوا عارفين الفسيق والشربات؟ هي الفسيق والشربات. نعم. والشمس والقمر
وبعدين من الحكمة إن الشمس يعملها ميزان يوم، يعني نعرف بها النهار طلع والنهار ده طلع والنهار مش غاب، مش كده وكده. إنما قال نعرفه بها كده من غير حاجة الشهر ما نعرفش، يوم يجعل النهار يبين لنا الشهر، لأن الشهر العربي هو الأصل في التكليفات. القمري هو الأصل في الإيه؟ الأصل في التكليفات. ليه؟ لأنه له شكل خاص عند أول كل شهر، يطلع بقى هلال قد كده، نقوم نعرف إن الشهر جه، بقى الشمس بتدينا إيه؟ اليوم. إنما القمر يدينا إيه؟ يدينا الإيه؟ يدينا الشهر. ولذلك وقدره منازل لا الأول أبو خمس، لتعلموا عدد السنين والحساب، لتعلموا عدد السنين والحساب. ومن عظمة التكليف الإلهي إنه ربط التكاليف بالقمر. ليه؟ قال لك لأن من التكاليف جهاد مثلا، ومن التكاليف نروح نحج. فلو أن المسألة مبنية على الشمس دائم كان الحج إن كان في بقونة أو في بتاع حر كله، يبقى الناس اللي عايشين في مناطق برضه صعب عليهم إنهم يحجوا، وإن كان في طوبة يبقى الناس اللي مش عارف إيه صعب عليهم يحجوا. يقوم يعملها بالأمر اللي هو بيفرق 11 يوم وكذا. ولذلك تجد إن الحج يجي في كل أوقات السنة، مرة يبقى في الحر، مرة اللي يخف له ده يعمله، اللي يخف ده له يعمله، اللي يخف ده يعمله، اللي يخف ده يعمله، عشان ما يبقاش لواحد له إيه؟ له عذر. اللي عمل كده الدولة. ولذلك ده المعنى اللي ناس بيقولوا إن ليلة القدر دائرة في العام كله، لأن ما دام ليلة القدر هنتفق إنها 27 رمضان، 27 رمضان ده يجي مرة في 1 يناير ومرة 2 يناير ومرة 3 يناير إلى آخره، تبقى أكن ليلة القدر هتدور في السنة بخلط الشمسيات بالقمرية، تطلع في كل يوم. الله، يبقى من رحمة الله إنه عمل إيه الحكاية دي. كل يجري إلى أجل مسمى، وأن الله بما تعملون خبير. وما دام خبير بما تعملون يهيئ لكم صلاح العمل بخبرته وحكمته وقدرته وقيوميته، فعمل لكم الأعمال اللي تنظم بها حركة إيه؟ حركة حياتكم وحركة إيه؟ عبادتكم. ولذلك إحنا رمضان يدخل عندنا بإيه؟ بالليل أم بالنهار؟ بالليل. الليلة دي من رمضان، إلا شيء واحد وهو يوم عرفة، فليله يدخل بيومه، لأن دي حاجة يعني بقى حاجة مجموع له الناس، مجموع له الايه؟ الناس. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. أن الله قال لك إيه؟ وألم تر أن الله يولج، وألم تر أن الله بما تعملون إيه؟ خبير. يبقى معطوف على مين؟ على الأولانية. ذلك أي ما حدث من إن الليل بيدخل في النهار والنهار يدخل في الإيه؟ في الليل، والشمس مسخرة والقمر مسخرة، الأشياء العجيبة دي كلها. لذلك أي المشار إليه التقدم ده بأن الله هو الحق، يعني كل اللي نشأ ده نشأ من إيه؟ من صفة إن ربنا هو الحق. شو هي يعني مثل الحق؟ قال لك لأن الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير، فكأن ناموس الكون بكل أفلاكه وبكل أشياء له نظام ثابت لا يتغير، لأن الذي لا يتغير هو الذي رسمه. ذلك بأن الله هو الإيه؟ هو الحق. طب ما دام الله هو الحق، يبقى اللي بيدعونه شرك يبقى باطل، لأن ما فيش حقين، يا حق يا باطل، لا يوجد في شيء واحد حقان، انما هو حق واحد، والايه والمقابل يبقى ايه؟ يبقى باطل. ولذلك احنا قلنا في الحروب اللي بتنشا بين الناس لا تنشا بين حقين، لانه لا يوجد في الحقيقه حقان، بل هو حق واحد، وانما تنشا بين حق وباطل، وتنشأ بين باطلين. أما نشأتها بين الحق والباطل فلا تطول ولا تدوم، لأن الباطل كان زهوقا.
ما يمكنش معركة بين حق وباطل تطول، إنما الذي يطول في موازين الناس معركة بين باطلين. دي ليس واحد من الباطلين أهل لأن ربنا ينصره، يوم خلوهم إيه يتهالكوا ويتفانوا مع بعض بقى وخلاص، ويقعدوا يتهالكوا ويتفانوا كده لحد ما كل مكاسب الطغيان تنتهي من الاثنين، ولما تنتهي من الاثنين يتذللوا لحد يصلح بينهم، اما يتنضفوا قوي. ولذلك تشوفها دي في التركات الميراث، لما تشوف ميراث الورث اختلفوا عليه وعمالين بينهم قضايا وضرب وطعن ومش عارف، اعلم ان المال فيه حاجات لازم تطلع منه ويروحوا يدوها لناس غير ما ياخد المحامي وياخد شهادة الزور وياخد مش عارف ايه، ينطروا ولحد ما تصفى بقى كده 24 قراط، يقول لك ما يلا بقى نتفق ومش عارف ايه وبتاع حاجه زي الله، هو ده اللي بيحصل لازم. ولذلك يقول لك ايه، من اصاب مالا من مهاوش اذهبه الله في نهابر. اللي يصيب مال من مهاوش يعني بالتهويش ايه، مش عارف مش بيقولك بيهبش، هي دي مهاوش يعني يهبشها من هنا ويهبشها من هنا، يوم يجي ربنا يقول له طيب هبشتيه هنضيع لك في باطل كلها خلاص. يوم يدخل بقى يلاقي الست تقول له والله الولد عنده حراره النهارده وتعبان، يقول ايه يمكن تيفود يمكن نكافيه، ودي للدكاتره وروح صرف له 30 40 50 جنيه. اما هو جايب غلي دلوقتي بقى 300 يعني، يبقى السلبي كتر لازم كده الله. والتاني بقى اللي واخدها بحرقه وجايبها بتاعه تقول له الواد ساخن، يقول لها معلش بس ارص اسبرين كده وكوبايه ليمون سخنه ولا شويه شاي واديها له، يوم ربنا سبحانه وتعالى بقرش ساخن ينهيه لانه جايبها منين. انما ذوك اصابها من ايه، من مهاوش، وهم يذهبها الله في ايه في نهار. واحد يغش صنع، يغش صنع كده يقول له اعملها خيط بفتح الحرير عشان ما تبيضش ولا تبهت وتبقى الجلابيه شكلها، يقوم يلاقي الحرير غالي يقوم يجيب خيط كده بتاعه ويعملها، تقوم بعد اسبوعين تبيض مش عارف غش، يقول له تعالى يا ناصح بقى انت فاهم انك هتاخد حاجه من ورا ربنا وربنا يسيبها لك، لا يوم افرض ان صاحب الصنعة دي غلبان ما يعرفش حاجة، انما اصل القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، يقوم بقى يبعت لك واحد بقى يصلح لك السيفون، يروح حاطط لك حتة سلك ميري بمجرد ما تغيب يوم ولا حاجة تقوم مقطوعة. هو انت فاهم انك انت بتعمل كل حاجاتك في الدنيا ده، انت ناس بتعمل لك كتير، فان اخلصت ما في يدك للناس يشعر الله ما في ايديهم عمل لك ان يخلصوا فيه. نعم. ذلك بأن الله هو الحق. ولذلك الحق ساعات الحق شوية الباطل يعلى عليه، قال لك لا، علو الباطل على الحق من جنود الحق، لأن لما الباطل يعلى والناس تنعض منه وتتأذي يقوم ياسم يقول الحق فين، يقوم يشوعوا للحق. يبقى إذن الباطل جندي من إيه؟ زي الألم، الألم في النفس الإنسانية جند من جنود الشفاء، لأن ما دام ألم يقول لك يعني ربنا بيقول لك تنبه الحتة دي فيها عطب دور على روحك، يبقى الألم جندي من جنود إيه؟ جندي من جنود، والباطل جندي من جنود الحق، والكفر جندي من جنود الإيمان. نعم. ولذلك يقول لك لما تشوف الباطل عيل شويه اوعى تزعل، ده ربنا بده يعض الناس بالباطل عشان يتمسكوا بايه، عشان يتمسكوا بالحق. بيقول لك ايه، انزل من اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدر، كل واد ياخد على قده، فايه فسالت اوديه بقدرها فاحتمل السيل وهو نازل زبدا، القش والعفش والبتاع زبدا رابيا اللي احنا بنشوفه الريم اللي على الله، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه او متاع زبد مثله، يجيب النار ويحط عليها المعدن عشان يطلع المعادن الغريبه فيه عشان يصفيه، يقوم الزبد اللي نزل ولا ده يعمل على وش المايه فيبقى الزبد على الماء، وبعدين يقول لك ما تزعلش من دي، اما الزبد فيذهب جفاء.
ويجي كده الموج يعمله كده يروح مجايبه على طرف الجبل وعلى طرف ولذلك تجد انت البحر بحر الواسع البتاع ده تقوم تلتفت تلاقي على البلاد زي ما بيقولوا الموج يجيب ايه يجيب كل قاذورات من البحر يحطها رماح كده فاحتمل السيل نبضا رميا كذلك يضرب الله الحق الباطل اما الزبد فيذهب دفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض ذلك بان الله هو الحق وما دام الله هو الحق يبقى كل ما يصدر عنه ايه حق ثابت لا يتغير وان ما يدعون من دونه الباطل وان الله هو العلي الكبير قال لك ازاي ايه الحكايه دي قال لك اللي بيدعم اصنام على انها شركاء لله وبيعبدوهم قال ليتقربوا بها الى الله نقول له تعالى بقى الاصنام اللي انتوا خدتها دي من الحجاره والحجاره من جمادات الارض والجماد هو العبد الاول لكل مخلوق عبد للنبات لان النبات ياخد منه يتغذى وعبد لمين للحيوان وعبد لمين للإنسان بقى أنتم ربنا كرمكم وخلى دي كلها تخدم فيكم تقوم أنت تدن نفسك وتروح لأدنى الأجناس وتعبد إيه إيه العجائب بتاعتك دي وبعدين يقول لك ده إيه الهوى كان شديد شوية فوقع اللاتة والعزة انكسر الدراعها ومش عارف وإيه وهاتوا ولد مش عارف من بتاع البتاع ده علشان يلحمهم ويعملهم بالله ده كلام ده هذه ما يدعون من دونه الباطل وإلى لقاء آخر إن شاء الله ينزع الله العلم من الأرض نزعا وإنما يرفعه بقبض العلماء وقد طمأننا الشيخ الفقيد في آخر كلمات سجلتها عدسة الأخبار بنصرة الحق إذا رأيت معركة بين حق وحق لا يمكن توجد أن الحق واحد ولا توجد ولا تطول معركة بين حق وباطل لأن الباطل دائما زهوق رحم الله الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة واسعة وأثابه على ما قدم لخدمة الإسلام والمسلمين وأسكنه فسيح جناته وحشره مع الأنبياء والشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا وألهم آله وذويه ومحبيه والأمة الإسلامية الصبر والسلوان